طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع مراجعة عامة على الصرف مع اسم الفاعل واسم المفعول. كيف نفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ عرفنا قبل ذلك أن اسم الفاعل هو اسم مشتق، من الفعل للدلالة على من قام بالحدث، مشتق من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. أما اسم المفعول فهو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول. ملاحظة أن اسم الفاعل هو مشتق من الفعل المبني للمعلوم، أما اسم المفعول فهو مشتق من الفعل المبني للمجهول. اسم الفاعل للدلالة على من قام بالحدث، أما اسم المفعول فهو للدلالة على من وقع عليه الحدث. إذن عندما أقول مثلا الطالب متقن العمل، بقول أن كلمة متقن هنا دلت على اسم فاعل، لأن الطالب هو الذي قام بالإيه؟ قام بالفعل. أما إذا قلت العمل متقن، هنا تصبح كلمة متقن هي اسم مفعول وليست اسم فاعل، لأنها دلت على من وقع عليه الحدث. من الذي وقع عليه الحدث هنا؟ هو العمل. إذن العمل متقن اسم مفعول، أما الطالب متقن العمل إذن فمتقن هنا اسم فاعل. فهيا بنا لنأخذ بعض الأمثلة للتفريق بين اسم الفاعل واسم المفعول. عندما نأتي إلى الفعل الأول وهو كلمة نصارى، عندما نأتي إلى هذا الفعل مكون من كم حرف؟ من ثلاثة أحرف، النون والصاد والراء. هل هو معتل أم صحيح؟ إذن فهو صحيح. إذن فالصحيح الثلاثي بيأتي على وزن، فاعل. نصر عند الإتيان باسم الفاعل تبقى ناصر على وزن فاعل. كلمة نصر عند الإتيان بها من على وزن، عند الإتيان بها على اسم الفاعل تصبح ناصر، يبقى نصر ناصر. أما إذا أتينا بها في اسم المفعول تصبح كلمة نصر تأتي على وزن مفعول زي سمع مسموع، تبقى نصر تبقى إيه؟ تبقى منصور. هذا إذا كان الفعل صحيحا وثلاثيا، يأتي على وزن فاعل تبقى نصر ناصر. أما إذا كانت عند الإتيان باسم المفعول تصبح منصور. نأتي إلى الفعل الثاني، كلمة قد دما. الفعل هذا ثلاثيا أم أكثر من ثلاثة أحرف؟ لو بنظرنا سنجد عندنا التضعيف، أي أن حرف الدال هنا حرفان، فهنأتي إلى عد الحروف هنلاقي واحد واثنين يبقى ثلاثة وواحد يبقى أربعة، إذن فعل غير ثلاثي. عند الإتيان باسم الفعل من الفعل غير الثلاثي من ماذا نفعل؟ نأتي بالمضارع مع قلب حرف المضارعة من مضمومة ومع كسر ما قبل آخره، إذن فقدم تبقى يقدم، إذن فهو مقدم. عند الإتيان باسم الفاعل اسم المفعول نأتي بالمضارع قدم يبقى يقدم، عند الإتيان باسم المفعول تبقى مقدم. ماذا حدث بالفعل؟ أتينا بالمضارع قدم يقدم وقلبنا حرف المضارع إلى ميم مضمومة مع فتح ما قبل آخره، إذن فقدم عند الإتيان باسم الفاعل تبقى مقدم هي اسم فاعل، أما مقدم فهي اسم مفعول. نأتي إلى الفعل الثالث هي كلمة استبشر. هذا الفعل ثلاثيا أم غير ثلاثيا؟ هذا الفعل غير ثلاثي. إذن فعلى طول اسم الفاعل نأتي بالمضارع مع قلب حرف المضارعة من مضمومة مع كسر ما قبل آخره، استبشر يبقى يستبشر، إذن فهو مستبشر. مع كسر ما قبل آخره. عند الإتيان باسم المفعول استبشر نأتي بالمضارع يستبشر ولكن مع ضم أوله مع قلب حرف المضارع من مضمومة وفتح ما قبل آخره، يبقى استبشر يستبشر، إذن فهو مستبشر. مع فتح ما قبل آخره. نأتي إلى الفعل الرابع، سنجد أن الفعل ثلاثيا ومكون من ثلاثة أحرف ولكنه معتل الوسط، وثلاثيا معناها أنه أجوف. ماذا نفعل عند الإتيان باسم الفاعل؟ نقول تقلب عينه همزة، يعني الألف دي تقلب إلى همزة، إذن قال تبقى قائل.
طب ماذا نفعل عند الإتيان باسم المفعول؟ إذا كان الفعل أجوفا نأتي بالمضارع أولا مع قلب حرف المضارعة إلى ميم مفتوحة، نقول قال المضارع بتاعها يقول، إذن عند الإتيان باسم المفعول تصبح مقول مع فتح الميم. نفس القصة لو قلت باع، نيجي نقول يبقى اسم الفاعل تقلب عين همزة يبقى باع بائع، وعند الإتيان باسم المفعول هنقول يبيع، إذن فهو مبيع. ده بالنسبة للتفريق بين اسم الفاعل واسم المفعول. نأتي إلى كيفية الكشف في المعجم، درسنا هذا الدرس. كيف تكشف في المعجم؟ السؤال الثاني، كيف تكشف في المعجم؟ عن الكلمات الآتية، عند كلمة استقام نأخذ كلمة أخرى، كلمة استراحة، كلمة على، وآخر كلمة كلمة تدح رجاء. كلمة استقامة، كيفية الكشف في المعجم، تكلمنا عن كيفية الكشف في المعجم أن الكلمة إذا كان بها حروف زيادة تجرد من حروف الزيادة، كمثال رقم 1 ورقم 2 نجد أن هناك حروف زيادة اللي هي الألف والسين والتاء، نفس المثال استراحة الألف والسين والتاء. نأتي إلى المثال رقم 3، هنلاقي أن كلمة على فهو معتل بالألف، إذا لا بد أن نأتي بأصل حرف الألف هذا عند بالإتيان بالمضارع، وكلمة تدحرج بها حرف من حروف الزيادة. هيا لنأخذ المثال رقم 1، استقامة هذه الكلمة مزيدة لا بد أن تجرد من حروف الزيادة اللي هي الألف والسين والتاء لتصبح قام. طيب قام. نأتي إلى الفعل، هل هو معتل؟ نعم معتل بالألف، وقلنا في السابق أن المعتل بالألف لابد بالإتيان بالمضارع لنعرف أصل الألف. قام المضارع بتاعها إيه؟ مضارعها يقوم، إذن فأصل الألف واو، يبقى هنا الكلمة بتاعتي قاف واو وميم، إذن فنكشف عنها في باب القاف. القاف نكشف عنها في باب القاف، يعني باب الحرف الأول ثم الواو فالميم. يبقى نأتي بالمعجم ونكشف عنها في باب القاف، هنلاقي مكتوب على المعجم من فوق باب القاف ثم الواو، فإذا لم يوجد في الواو نكشف عنها في حرف الميم. يبقى المثال الأول. نأخذ المثال الثاني، كلمة استراحة، هنجد أن كلمة استراحة بها حروف زيادة اللي هي الألف والسين والتاء تصبح عند الكلمة راحة، نأتي بالمضارع يروح، إذن فأصل الألف هنا واو، نرجع إلى الكلمة الأصلية بتاعتنا، يبقى نكشف في باب الراء ثم الواو فالحاء. نأخذ مثالا آخر، كلمة على، كلمة على سنجد أن الكلمة ثلاثية ومعتلة بالألف، نعم، إذن فلا بد أن نعرف أصل هذه الألف. كلمة على المضارع بتاعها يعلو، إذن فأصل الألف واو، إذن نرجع للكلمة الأصلية بنكشف عنها في باب العين ثم اللام فالواو. وبهذا نكون قد كشفنا عن كلمة على. آخر كلمة معي، كلمة تدحرج، سنجد أن هذه الكلمة مزيدة بحرف واحد اللي هو التاء، إذن فأصل الكلمة هي دحرج. سنجد أن الكلمة ليست ثلاثية ولكنها رباعية، كيف نكشف عنها؟ نكشف في باب الحرف الأول، يبقى باب الدال، بعد ذلك ثم
الحاء حرف الحاء والثاني بالترتيب فالراء فالجيم. وبهذا نكون قد توصلنا إلى كيفية الكشف عن الكلمة في المعجم. هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الدرس، فرقت بين اسم الفاعل واسم المفعول وعرفتكم كيفية الكشف في المعجم. وفي الختام أتمنى لكم دوام التوفيق وشكراً.